Technoplanète. كوكب التقنية. تقدم سلسلة حول السطر الإلكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في مجموعة تكنو بلانيت كوكب التقنية. نرحب بكم في الحلقة 62 من سلسلة الأسطر الإلكترونية، الحلقة 12 من سلسلة أسطر هيمز 8 والـ9 والـ10 والـ11 برايلسنس بلوس برايلسنس أون هاند برايلسنس يوتو وبرايلسنس يوتو ميني. من ضمن ما اعترضنا الصعوبات نتاعو هو البوك شير اللي هو الموقع الامريكي. ملي قلبت في الاون هاند سطر الاون هاند اللي قارنته لكم حلقة ثامنة، لقيت انه المشكله في الميزاجور. لقيت المشكله فاش في الميزاجور. انا عندي 8.5 وهذاك فيه 8.6 اخر تحديث، طبعا ما بقاش شي تحديث من بعد ديك الساعه في 2016 شهر 10. تواصلت مع شركه الناطق اللي عندها التهريب، المهم هما من 8.5 لـ 8.6. غادي يكون غير بالنميرو دو سيري. المهم عطيتهم النميرو دو سيري وفي الايميل باش يحدثوا ليا. دابا هو ملي عطوني الاوردر في الـ في الـ في, في الايميل انه راه ممكن نحدث، ما بغيتش تمشي القضيه هدرا بلا ما نشاركها معكم. اذا اول شيء خصكم تعرفوه هو انه لابد الى بغينا نحدثوا كنديروا شارجور في الضو ونديروه في السطر. ثاني حاجه يكون الانترنت خدام باك سبيس مع شبكه اتصال لاسلكيه تشغيل مساعده، ولكن مازال ما خدمت راه حلينا باش يجي شي انترنت الى كاينه. ندخلوا بونتري اعدادات في الانترنت الى ان شاء الله يجي المحليه الشبكه اللاسلكيه نديروا عليها اونتري. نديروا عليها اونتري هيا. نقطه الوصول نقطتين راسيتين لا يوجد اي صفر من صفر عنصري قائمه. ايوا زعما خاصك تجيب ايوا زعما يلا بغيت ندير متقدم ورك عليه هو يجي. احنا غلقناه. اذا دابا غادي ندير واحد نطلعو الخدمات ها هي ونمشيو اسباس ماكس لام ديرو تحديث نظام تشغيل جهاز برايلسنس. خلاص قبل ما نديروها ندير معكم اسباس في محتوم معايا برايلسنس بلوس اس دبل بي الاصدار متوها 8.5. عاودها لينا عافاك اسيدي عاودها. يقول لينا شحال الفيرسيون برايلسنس بلوس اس خطنا الى الى الخلف دبل في الاصدار 8.5 مربع 15/7/2016. هذيك 20 مليون اللي سمعتو راه التاريخ هذاك 15/7/2016. يلا غادي نديرو حديث نظام تشغيل جهاز برايلسنس. كي قلنا كنت شرحتو في ترقية متصل وترقية غير متصل. هاد غير متصل كنا حنايا كنخرجو منها بواحد الثغرة، كنا كنشدو الملفات ديال التهريب وكنديرو ليه بحال متصل تنوركو عليه تيبدا يتيليشارجي الملف الاول الثاني الثالث بالنسبة للبليس والأونات والاول والثاني بالنسبة لليوتو واليوتو ميني. ملي كيبدا في الثاني في اليوتو ميني ولا اليوتو او في الثالث في البليس والأون هاند كنخرجو حنا بإف أن وكنمشيو ندخلو لمدير الملفات ونديرو فلاش ديسك ونمشي لواحد الملف سميتو او اوس ابديت وكنغيرو ليه السميه حنايا تنديرو ليه مثلا يوسف مثلا وكيكمل هو التيليشارجمون. ملي كيكمل التيليشارجمون تيقول لك اودي راه ما يمكنش اي سميتو. علاش كنقولو الثالث ولا الثاني؟ يعني المهم الاخير الملف الاخير هو باش يتعرف على المجلد. اخر ملف ملي كيبدا التيليشارج راه كي يكون ديك الساعه تعرف على المجلد. هنا كنوليو احنا اش كنديرو في هذاك بالنسبه للجهات اللي بغينا نعربوه كنمشيو للفلاش ديسك وكنكتبو
واحد المجلد تنديرو سميتو اوس ابديت او اس يو بي دي ا تي او. كاين اللي نجح فيهم اللي مثلا ما عندهمش شي فيرسيون متقدمه، ولكن دابا مابقاش لان الناطق سدات هاد الثغره، وليتي ملي كاع سميتو كتبغي تخرج باف ام ما تيخليكش كتسمع ترن ترن. وانتم دابا جربها معكم، ولا دابا بالسيري الا ما درتي السيري ما تعدتش، ولا تعرف ما يمكنش تعرب الا كان شي فيرسيون قديمه. هادشي اللي كاين، هادي الترقيه غير متصل. هنا ملي كدير هذاك المجلد وتحط فيه دوك الملفات اللي كنتي جبتي في الاول، تدير الترقيه غير متصل وتدير اونتري ليها، وتي هو تيترفع الملفات مباشره، كيرو ديماري الجهاز وكي سميتو كيحدث. حنا بغينا نديرو الترقيه متصل لانه عطاونا الاذن، عندنا ثلاثه ديال الملفات غير تيليشارجي. يلا بسم الله اونتري. كنتظرو وراه متصل بالانترنت. تنزيل ملف واحد خط مائي من خلف ثلاثة. تنزيل واحد من ثلاثة. ها هو من بعد غيعطينا هو 100% دوزو دغيا لأنه صغير ملف صغير إنهاء تنزيل. ها هو بيدوز للثاني. تنزيل ملف اثنان خط مائي إلى الخلف ثلاثة. اثنين من ثلاثة إذا متوسط شوية هذا الملف الآخر. ها هو 2% 4 سرعة 21.6 23. ها هو خدام. تنزل دابا 23 25 28 30 32. هالنسبة كتبان قدامي أنا 35 34 42 45 53 58 65 66 68 69 70 وقف 74 77 78 81 أربعة وخمس زيد 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 86 89 91 93 96 أصلا بي. كمل داك الثاني ورا ليك الثالث. نعم سيدي راه طويل غادي يسكن فيه، مازال ما بداش. ها هو بدا دابا 0%. وهنا غادي نحاولوا ان نخليو لكم الفرصة باش ما نطولوش عليكم التسجيل، غنخليوه حتى يتيليشارجي الملف الثالث، وغادي نعاودو نسألفو إن شاء الله. إذا عدنا لكم بعد أن اقترب الملف من التحميل الآن 94%. رجعوا. تقدم 95% بسرعة 72.5. هو كل 5% كينطق النسبة المئوية، مثلا تيقول لك 5% 10%، ولكن بالنسبة للبرايل هو كتب قدامي 96 دابا بالمية. تقدم 96% بسرعة 72.1 كبي كيلو بايت. يعني هو دابا كتبت 96% قدامي، الآن راه غادي قريب يسالي باقي 96 بسرعة 71.3. نقص عرفتو الانترنت كي دايرة. ها هو نقص كاع ب 70.8. ها 70.7 غادي تنقص 97 دابا بالمية. هو داز 97% 63.9 كونيكسيون بحال هدا بدات كضعف. قال لو كون خليناه حنا من الاول تال دابا وحنا كان تيليشارجيو راه مغاديش نساليو. يلاه 98 ها هو 69.0. غادي تنقص 68.7.6. يلا مازال ما تحولش ل 98.4 68.2 كيلو في الثانية، مازال ما تحولش ل 98.68. ها هو تحول دابا ل 98 67.7.6. ها واش غادي تنقص دابا 98% 67.3 في الثانية، بقات 67.2 66.9 غادي تنقص. كنتسناو باش يدوز ل 99، ها هو داز ل 99 66.6 كيلو في الثانية. من بعد غيدير 100% وغادي روديماري باش يحدد في كيما كيدير الميزاجور تاع الويندوز. ها هو دار 100%. انهاء تنزيل ثلاثة خط مائي إلى الخلف ثلاثة. انهاء تنزيل ثلاثة. سيتم
إعادة تشغيل سيتم إعادة تشغيل نظام اليتيم التحديث بشكل آلي نقطة. سيتم إعادة تشغيل النظام يتم التحديث بشكل آلي، هي مكتوبة قدامي مازال هو غادي يمشي إيرو ديماري مشى، مابقاش النقاط ديال البرايل قدامي نهائيا، السطر ديال البرايل خوا نخلوه ما نديرو ليه حتى شي حاجة. هو بدا كيهضر إيلوكونس ولكن مازال ما طلع والو قدامي. ها هو طلع بروغريس 0%، هنا ما غاديش يبقى يقول هو تي توت الى كتسمعوا 1%، وهكذا غيبقى غادي تاني 1%، عطينا 2% باش كيتبت هذوك الملفات نتاعو 3%، هذا بيا نشوف واش غيهضر ب 5% ولا ما يهضرش، ما تنظنش هو تيدير غير ديك الطن 4% دابا 5 6 7 دقة خاوية دقة عامرة 8 بحال هاديك الطن كتعطي نص سعود 10 داش 12 هنا كنتسناو تيدير الميزاجور 13 15 دابا 14 15 16 17 واخا هما ثلاثة الملفات هو أسرع شوية من هذاك الملف الثالث بوحدو 19 20 21 22 تقريبا ولا كيدير دقة لا زيد 23 مازال 23 دابا يعني هو ملي غيكمل غيعاود يديرو ديماري من جديد وغيشعل هنا بالفيرسيون الجديدة ويوضر الإعدادات اللي درنا كلهم، ولكن حنا عندنا النسخة الاحتياطية غنعاودو نديرو ليه. نشوفو هاد البوكشير اللي شد معانا العكس ونشوفو هاديك المكتبة الشاملة غادي تطلع لنا في هاد الجهاز الكبير تا هو، ونشوفو البرامج واش غيقدرو يتانستالاو علينا ولا لا من المتجر. إلا ما وقفوه بعدا في الصغير ما بغاش، نشوفو هاد الكبير هذا إذن هكذا كيبقى تيدير حتى كيتعلي الميزاجور. غادي نحاول نتوقف تقرب ونعاود تاني نرجع. إذن نرجعو بكم بعد ما وقفنا واحد الوقفة اللي هي بسبب أنه التحديث طويل باش ما نضيعوش لكم الوقت. اللي بغيت نشير ليه هو أنه في حالة التحديث الآلي ما تحيدوش الضو، ما ترضي ماري وما تمسو حتى شي حاجة، الانترنت ما خصوش توقف، لان الوقفات غادي دير لنا مشكله. ماشي بحال الا كان هو في اطار تحديث الملفات، تحميل الملفات الاولين اللي قلت لكم 1 من 3 2 من 3 3 من 3 ودرنا رو ديمارج ما غيبقى حتى شي حاجه، ولكن الا فات بدا التحديث الالي ما خصنا شيء نمسوه نهائيا بسبب انه ممكن يحدث شي حاجه في النظام. الان 98% انا بديت الهضره ديالي من 94%، الان 98% 99% 99% الآن دابا سمعوا شنو بيقول 99% الآن 99 ها هو بروغريس 100% قال لك سكسيس ريبيري ستارتد هو الآن ها هو مشى خوا السطر بقى فيه والو السطر خوا نهائيا السطر خوا نعم سيدي نهائيا ها هو بداو تيطلعو 6 نقاط باتين عفوا 8 نقاط هما بداو تيطلعو بداو تيطلعو عاودو يختفيو بداو تيطلعو عاودو يختفيو تاني ايوا بداو تيطلعو مازال مختفاوش بداو تيطلعو ومور غير ها هو مشاو تاني مشاو طارو يعني غيشعل هانتوما سمعتو ال موسيقى. إذا نديرو F1 مدير الملفات
باش نزيدو صوت الجهاز اف 1 مع اسباس و باك سبيس. مستوى الصوت الاساسي 5. نقصناه اف 1 اف 1 و باك سبيس اف 1 و اسباس اونتري. مدير الملفات، مدير الملفات لا عفوا اف 4 و باك سبيس و اسباس. مستوى الصوت الاساسي، مستوى الصوت، مستوى الصوت، مستوى الصوت، مستوى الصوت الاساسي 10. هكذاك. اذا الان شوفوا الفيرسيون بعد ما شفناها في المره الاولى. راين ساينس بلس اسخط ما الى الخلف دبل في الاصدار 8.60/1000 بل 20 مليون و 161 الفا و 25 مربع مخصص. الان من بعد ما كانت 8.5 ولا 3.6 2016 هي كانت 7 ولا 10 كانت 15 ولا 25. مدير الملفات أشن جديد مساعدة مساعدة إعدادات الخدمات البرامج. هاي البرامج موجودة نعم سيدي كاينة. ألعاب خدمات المكتبة إضافات خدمات ألعاب. نشوفوا هاد البرامج شنو فيها. تحويل الوحدات فيها تحويل الوحدات تحويل الوحدات. نشوف واش كاينة الانترنت بعدا نخرجوا البرامج. شوف الانترنت هو شبكة الاتصال لاسلكية الانترنت مساعد إعدادات إعداد الإنترنت. إعداد الإنترنت ندخل لها. الشبكة المحلية. محلية. الشبكة اللاسلكية. في إعدادات لكن شوف حالتهم. تكاد تفهم. تبي نسخة احتياطية. نقطة الوصول نقطتين رئيسيتين لا يوجد متقدمي مربع حوالي عادي. نتسنى واجي. يلا هاي جات. ملف تعريف نقطتين رئيسيتين. جات الحمد لله والشكر له. نقطة الوصول نقطة إغلاق. إذا أرى الشبكة إعداد الإنترنت. شوفهم. إعدادات الخدمات. البرامج اونتري تحويل الوحدات هي اللي كاينه. ندير اونتري. الرجاء تثبيت التطبيق من متجر المنطق. ايوا فين متجر المنطق هو اللي كنا كنعانيو منه البرامج البارح اللي كان عندنا هذا. غادي نشوف الاضافات الان. قاموس سينسا خرائط قلب واحد دروب بوكس متجر المنطق. هو متجر المنطق هو جا عندنا هو جا الان عندنا. جاري تحميل قائمه تطبيقات متجر المنطق. جاري تحميل التطبيقات برنامج تحويل الوحدات علامة استفهام علامة استفهام يعني ما غاديش يتحمل. ندخلوا عليها اونتري. جاري تحميل التطبيق وتثبيته. هي جاري تحميل التطبيق وتثبيته. تأكد من اتصال الانترنت. تأكد من اتصال الانترنت وحاول مرة أخرى. فشل تثبيت التطبيق. الله يعينك يعني ما بقاش كيتحمل. طيب المكتبة الشاملة واش ولات عندنا ولا لا؟ خدمات الألعاب خدمات المكتبة بوك شير المكتبة الشاملة هي كل يسر. ادخل اسم الكتاب مربع يطحن تماما كي شرحنا البارح في المكتبة الشاملة بوكشير. لكن الحلقة الأخرى كانت تقول لنا ما كانش الانترنت. الآن هو مشى بحاله يحاول يتصل يحاول 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 ما قالش يا لا يوجد. خطأ في كلمة المرور واسم المستخدم. يلا خطأ في كلمة المرور واسم المستخدم. اسم المستخدم نقطتين رئيسيتين مربع تحرير الحساب. أعطاني في المكتب ودير نمط مجهول. هذا لأن خصك دير بوكشير خصك ديرو من الموقع. نمط مجهول تم تحديد مربع. نخليو هادشي حتى الحلقة القادمة إن شاء الله. خدمات المكتبة. إن شاء الله تعالى نخليو حتى الحلقة القادمة. مدير الملفات. نشرحوها بإذن الله تعالى. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي وأن أكون قد أمتعتكم في هذا الشرح ولا أكون مقصرا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.